مساء الفل عليكم. الطماطم كتيرة في السوق الأيام دي ورخيصة، فتعالوا نستغل فرصة رخص الطماطم وكترة في ان احنا نفرزها، بس نفرزها بطريقة حلوة. اولا ما تاخدش مكان كتير في الفريزر، ثانيا تفضل معانا طول الموسم بتاعها وهي لا يتغير لونها ولا يتغير طعمها، ونعمل اجمد صلصة. هقولكم النهاردة السر اللي بحطوه في المصانع عشان يخلوا الصلصة ليها طعم كده وليها ريحة مميز غير اي حاجة تاني، لان اكتشفت ان الطماطم اللي بتتفرز عبارة عن كتل كده او طماطم كده قطع مش بتبقى بنفس الكفاءة اللي بتتعمل بيها الصلصة. فالصلصة هي الخيار الامثل لو انت حابة تخزني طماطم وعندك الفريزر ضيق. كل ده هتشوفوا معايا النهاردة، طريقة حفظ الطماطم، طريقة الصلصة الأصلية. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة الاشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر، تفعلوا جرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل بتابعني وبنتصف في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم. يلا نبدأ حالا. جبنا الطماطم بتاعتنا غسلناها في المصفى، ودي أهم حاجة نغسلها كويس جدا جدا، لأن أحيانا بيبقى فيها مبيدات أتربة حاجات مش كويسة، فلازم نغسلها كويس. وبعد كده هنبتدي إن احنا نتخلص من الجزء اللي هو في الطماطم من فوق، ده اللي بيبقى عبارة عن مركز سموم الطماطم. يعني هنجيب دلوقتي الحاجات الأساسية. أنا دلوقتي جايبة مثلا كيلو طماطم، كل كيلو طماطم أحط له قد إيه؟ كل كيلو طماطم تحط له ربع كوباية مية. شوفي أنت بقى جايبة كام كيلو، جايبة 10 كيلو يبقى تحطي كده 2.5 كوباية مية، 10 كيلو ليهم 2.5 كوباية مية مش اكتر من كده. وبعد كده تحطيهم في حلة كبيرة على قدهم، ما يبقى ينفعش تبقى الحلة ضيقة، تبقى الحلة على قدهم والغطا يكون محكم، دي مهمة جدا. وتحطوهم على البوتاجاز وتسيبوهم فترة زمنية لا تقل عن نص ساعة. بعد نص ساعة هتلاحظوا ان الكمية المية اتبخرت والطماطم بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ساعتها بقى يجي دور الخلاط بتاعنا، نبتدي ان احنا نعصر فيه الطماطم، ودي افضل طريقة تعملي بيها الصلصة، افضل من انك تحطي مية وتعصري الطماطم بعد كده تبخري المية، هتاخد وقت كتير وغاز كتير ومش هتطلع زي ما انتي هتعمليها بالطريقة دي. بعد ما تضربوا الطماطم كويس جدا جدا في الخلاط وتتأكدوا ان هي بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نبتدي دلوقتي نحط المواد الاساسية او المواد الحافظة اللي هتخلي معايا الطماطم دي تتحول لصلصة العلب والاكياس اللي احنا بنشتريها من بره. شايفين الطماطم او صلصة تقيلة، وده شرط اساسي ان هي تكون تقيلة. طيب عايزين نعمل بقى كمية حلوة، هقولك بمنتهى البساطة ان الحاجات اللي احنا هنحطها دلوقتي هي اللي هتخلي معاك في الطماطم في حتة تانية خالص. هنبتدي نجيب لكل كيلو طماطم، خلي بالك من الحتة دي، كل كيلو طماطم حط له معلقة ملح صغيرة، كل كيلو طماطم حط له معلقة ملح صغيرة، معلقة واحدة بس ملح صغيرة، وهحط له نص معلقة فلفل. يبقى كل كيلو طماطم معلقة ملح صغيرة ونص معلقة فلفل. طبعا تقدروا تحطوا الإضافات بقى اللي هي توم باودر وبصل باودر، بس مش أساسية، يعني لو حابين الطماطم بتاعتكم تبقى مبهرة. وبعد كده تقلبوهم كويس جدا جدا، تتأكدوا ان كل الحاجات دي اختلطت. طيب لحد دلوقتي ما ضفناش حاجة جديدة، وكل الناس بتعمل الصلصة بالطريقة دي، لا لسه في حاجة احنا بنعملها. الصلصة لازم يتعمل لها طشة يا جماعة، بس الطشة بتاعتنا ولا فيها توم ولا فيها بصل، فيها حاجة مختلفة شوية، هي دي اللي هتخلي الطماطم معانا تتسبك بمنتهى السهولة وبساطة، ويبقى ليها ريحة وطعم مميز. هجيب طاسة زي ما انتوا شايفين، لكل كيلو طماطم هحط معلقتين سكر، كل كيلو طماطم هحط له معلقتين سكر. شوف انا عاملة كام كيلو طماطم واحط واحسب كده، وابتدي ان انا اسخن السكر ده بالطريقة دي في الطاسة لحد ما يبقى يتحول معايا السكر لكراميل. هي دي الطشة بتاعة الصلصة، هي دي السر التسكيرة اللي بشوفها في الصلصة. بعد كده اول ما يوصل لكده انزل على طول عليهم بالطماطم، ودي بتكون المادة الحافظة اللي لو الصلصة طلعت برة التلاجة مش بتبوظ، لو اتحطت في رف التلاجة مش بتبوظ، مش لازم ابدا تتحط في الفريزر، مش هحصل لها حاجة لو اتحطت في التلاجة، عادي زيها زي اي حاجة في البيت. وهنبتدي نجيب ربع كوباية مية واحط عليها ربع معلقة نشا وادوبهم كويس وانزل عليهم بالصلصة. انا بقولك على مقادير الكيلو، طبعا انت تقدري تعملي المقادير دي مضاعفات لو انت عاملة كيلو 2 3 4 براحتك خالص.
وبعد ما تبتدي ان انت تحط المكونات دي كلها، بتسيب الصلصه حوالي 10 دقايق على النار لحد ما تبتدي ان هي تتقل وتوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب الصلصه كده خلصت؟ لا، لسه ما خلصتش، فاضله تكه صغيره لازم تعمليها علشان تبقى الصلصه دي زي صلصه العلب بالظبط. لما بنيجي نفتح صلصه العلب، ولا بنلاقي فيها بذر ولا بنلاقي فيها قشر، بس احنا عايزين نعملهم بدل هنمسك الطماطم بقى نصفيها من الاول ونقشرها من الاول، بتبقى صعبه، لكن في المرحله دي بتبقى سهله جدا جدا. بعد ما تخلصي الطماطم بالشكل ده، تبداي تجيبي اي مصفه يكون عندك ضيقه وتعدي فيها الصلصة وتقلبيها كويس جدا زي ما هوريكي دلوقتي. ساعتها تتخلصي من كل القشر وكل البذر، هوريكي دلوقتي بمنتهى البساطة ولا اي مجهود ولا تعب، تعمليها بمنتهى البساطة، تعملي منها زي ما انت شايفة طبق المكرونة الجامد ده، بتبقى حلوة جدا جدا. نيجي دلوقتي لطريقة تخزينها او طريقة تفريزها، ودي الحاجة المهمة قوي قوي اللي انا عايزة اقولك عليها. لو عندك مكان في الفريزر يا سلام، يبقى كويس جدا جدا. هتعبيها طبعا في اكياس وتربطيها كويس وتحطيها في الاكياس بتاعتك. طيب لو ما عندكيش مكان في الفريزر وعايزه تشيلي في التلاجة، مفيش مشكله، بس الفكره في طريقه الشيل في التلاجة. اول حاجه لازم تجيبي برطمانات تكون معقمه ونظيفه، وما يكونش مكانها اي حاجه ولا اي روائح تانيه، وما يكونش فيها ميه، ويكون ليها غطا محكم، ودي اهم حاجه، لازم الغطا يكون محكم، يعني الغطا يكون بتاع البرطمانه مش بتاع برطمانه تانيه. وكمان تجيبي ورق زي ما انت شايفه، ورق ده بلاستيك، وتقصيه على قد الغطا بتاع البرطمان. شايفين انا هصفي الصلصه دلوقتي قدامكم بمنتهى البساطه، هيطلع كل البذر والقشر ومش هياخد وقت ولا مجهود، شايفين في ثانيه اتصفت في ثانيه، غير انا لما اجي اصفيها في الاول مش هقدر اتحكم فيها، وكمان مش هتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه، وكمان ما هدرتش حاجه خالص. يعني شايفين هو ده بس اللي طلع من الصلصه، هو ده بس اللي انا مش محتاجاه، وكده انا بقى عندي يعني صلصه اصليه واساسيه ما فيهاش اي حاجه. ده على فكره ممكن تجمعوه وتحطوه في كيس، ممكن ينفع معاكم في كل التتبيلات بتاعه الفراخ، اللحمه، اي تتبيله انتوا عايزينها، برضو مش هنرمي اي حاجه، لان الحاجات دي طبعا احنا بنحب نوفرها في البيت. هنجيب الصلصه بالشكل ده ونحطها في البطرمان ونقفل كويس جدا جدا، ما نخليش اي حاجه. بس قبل ما نقفل هنضيف مكون كده علشان خاطر يخلي الصلصه بتاعتي تفضل جوه رف التلاجة بدون فريزر، من غير ما يحصل لها اي حاجه خالص. ادي شكل الصلصه النهائي خالص. هنجيب البطرمان هنفتحه زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي ان احنا نحط فيها الصلصه لحد ما البطرمان يتملي خالص. وطبعا تقدروا توزعوه في كذا بطرمان، بحيث ان انتوا كل ما يخلص واحد تعملوا واحد تاني. تحطوا بس على كل بطرمان من فوق معلقة زيت صغيرة عشان خاطر تمنع البكتيريا او تكون البكتيريا، وتغطوا بالشكل ده، وبعد كده تغطوا البطرمان بالغطاء بتاعه وتحطوه في الرف التلاجة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم ووفرت عليكم كتير. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تدوسوا على اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في كومنت حلو يشجعني. تحياتي ليكم بألف هنا وشفا، اشوفكم دايما يا رب على خير قريب.